نائب المقارن اللي عنده الكلمة ميمونة من تتقي، عندك 7 دقائق. شكرا السيد الرئيس. بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على نبي الكريم. أنا بدوري مرحبا معالي الوزيرة والطاقم المرافق لها، وسلم على أخوتي النواب ومتمنية لهم رمضان كريم هم والشعب الموريتاني كامل. دونك لايف نقول عني زدان لا ضامه صوتي لبعض الاصوات اللي قالت عنها مذمنه هاي الاتفاقيات، خاصه الوثيقه الاولى اللي هي تعني بعد اعتبارها من كانت منظمه المؤتمر الاسلامي تحويلها الى منظمه التعاون الاسلامي. هذا مهم عندنا لانه يعطيها ايضا زخم جديد، ويعطينا احنا مولي الدول اللي نقدروا نديروا بين قوسين من الفاصلين في التعاون، ونقدروا نلعبوا فيه دور مولي دور فيها، لان هي فعلا منظمه كبيره. ومنظمه المؤتمر الاسلامي كانت تتمول ياسر من المشاريع في الدول الاخرى، وعندي حظنا احنا منها لا مكان كبير حتى. وذاك هو نختار ننبه عليه معالي الوزيره، ان منظمه التعاون الاسلامي راجلنا تعود اضاف علينا ان شاء الله. احنا شفنا منظمه المؤتمر الاسلامي في السنغال هذه اللي معدله من الطليان ومعدله من ليبوه ومعدله من ياسر من العمل اللي مهم على الارض، نحن ما هباس ما قد استفدنا منه. راجين عنها ان شاء الله منيعات منظمه التعاون الاسلامي تعود استفادتنا منها اكبر، لان احنا لا نعتبر روسنا من الدول الاسلاميه اللي محتاجه لهذا الدعم ومحتاجه له. لان ثمن ايضا هذا الميثاق الاساسي ونقول عنه ضم محاور مهمه عندي جدا، محاور ياسر مهمه، احترام السياده الوطنيه لكل دوله، وهذا اساسي بالنسبه لنا، ونعتبر عن موريتانيا من الدول اللي تعطي المثال في احترام الدول واحترام انظمتها الداخليه واحترام اراده شعوبها، وتعطي المثال ايضا الحسن في دبلوماسيتنا الحاليه وفي قيادتنا. عندنا هذا دور المحور، دور نحترمه ونلعبوا فيه دور اساسي، لان احنا اساسا نلعبوا دور في المصالحات ونلعبوا دور في الدور الاجتماعي، نقدروا نلعبوا فيه دور كبير. معناها ان يقيسك بيا المحور الاخر اللي هو المساهمه في السلم والامن والتفاهم، راجع عنا مولي عنا راجع عنا ان شاء الله نلعبوا فيه دور كبير، لان احنا دبلوماسيتنا معروفه بدورها الاساسي اللي تلعب في السلم، وتوجيهات قيادتنا معروفه عندنا نقدروا نلعبوا دور اساسي في السلم، خاصه عن الدول الاسلاميه تعرف الان بعض النزاعات، ومواقفنا منها ايضا معروفه ومشرفه، واقفين لله الجانب بالحق، واقفين لله الجانب اللي يخدم مصلحه الشعوب الاسلاميه، ومواقف معروفه منها. ما اننا متحيزين لاي طرف على حساب طرف، ولكننا متحيزين فيها للحق وداعمين فيها الحق، ومحاربين فيها الجهات التعصبيه الظاهره في بعض البلدان الاسلاميه المعروفه، ونحن معروف موقفنا منها، ومعروف موقفنا من عاصفه الحزم، ومعروف موقفنا من الشعوب الاسلاميه، ومعروف موقفنا ايضا من اللي يجرى في العالم الاسلامي. معناها ان هذا المحور ايضا اساسي، وموريتانيا الدور تلعب فيه دور اساسي. يجي محور دفاع الشعب، كفاح الشعب الفلسطيني، نجد من هذا الموقف تمسكنا بوحده باستقلاليه الشعب الفلسطيني وباحترامه بدولته المستقله وعاصمتها القدس، والحمد لله هذا المحور مأكد عليها، ونحن مأكدين عليها ومأكد عليها النظام، وهذا النظام نظام ما يزايد عليه في اخبار الشعب الفلسطيني، لانه هو النظام الموريتاني اللي صاع الفلسطينيين، صاع مصالحهم الاقتصاد عفوا صاع الاسرائيليين، صاع سفارتهم وصاع مصالحهم الاقتصاديه، كانوا انهم لا يموقعوا علينا بها وبناياتهم. معناها ان هذا النظام هو النظام اللي مدافع عن فلسطين حق، ومدافع عنها في المحافل الدوليه، ومدافع عنها في ارض موريتاني، وهذا محور منضمين له داعمينه. محور المراه ايضا مهم عندي، وعاده لاني انا مسؤوله فريق المراه والنوع، ظاهر لي عن محور المراه ايضا اساسي، ونحن اساسي عندنا يظهر في منظمه التعاون الاسلامي، لان ياسر من الدول متخيلها ان الدول الاسلاميه انها هاضمه حقوق المراه، حقوق المرأة مصانة، وموريتاني لا تعطي مثل الأعلى في هذا المجال، لأنها هي تعتبر حذوة يقتدى بها في مجال حقوق المرأة، تقدم المرأة السياسي مع المحافظة على دينها، مشاركتها في العمل السياسي، مشاركتها في العمل الاقتصادي، تبوؤها المناصب العليا مع محافظة على دينها الإسلامي. معناها أن احنا هون دولة تعطي المثال الحسن للدول الإسلامية، وراجعين عن إن شاء الله أي تعاون لا يخلق في هذا المجال في إطار منظمة التعاون الإسلامي، أن الموريتانيات يكون لهن دورهن الأساسي فيه، ويكون قدوة وحظوة، ونتعزز إن شاء الله دور المرأة المسلمة كاملة من خلال تجربة المرأة الموريتانية الرائدة في المشاركة مع المحافظة على الإسلام ومحافظة على دينها.
إذا عنها هذه كاملة أمور أساسية عندي، الأساسي عندي الميثاق أيضا الأفضليات التجارية، لأن نحن دولة وخاصة النساء أغلب التجارة اللي نجيبوها من الدول الإسلامية خاصة دول الخليج، معناها أن من تعود معطيها لهم الأفضلية في الجمرك في الجمركة، يعود ذاك يسهل علينا على النساء الموريتانيات الجايبات التجارة من الدول الإسلامية خاصة من الدول اللي ذكرت، يسهل عليهم بضاعتهم، وتعود البضاعة الجاية من الدول الغربية اللي كانت تعتبر منافس أقوى، وكانت تعتبر اللي تعود نفس المواصفات في تجارتهم هماتي تعود تنفرض على ذوك جمرك اكبر. قطعا هذا مذمنينه ومشجعينه وراجين له التوفيق، ونطالبوا اخوتي النواب انهم يصوتوا على جميع الاتفاقيات، واشكركم. السلام. شكرا نائب الموقر. الكلمه